هي هون شوفها نار. ايه بس هاي حدوده وهاي كمان طيبه حدو طيبه قولي. هاي تصوير بطيء طبعا خيار بلدي. هاي خيار الاتنى بلدي عم دوق الله ايه الله. طيب هذا الخيار ها؟ طيب هذا الخيار ايه ما شاء الله. هاي بقدونس تازة تصوير بطيء فجل صغير بصل اخضر كمان تازة ونعنع كمان نخب اول مع الخضار ما شاء الله. هاي البقلة سحارة ضل تنتين وعنا السحارة الثانية هون هلا بنشوفها سبعنا السلق البقدونس الناعم التازة النخب الأول بيميز بالطعمة اللي بدي يجرب بيدوق وبيستطعم. بامية فجل كبير باذنجان هذا الموز بيورو 99 سنت كمان نخب اول باذنجان تركي كرماتينا النخب اول قديمة هنيك رح اعمل عليها عرض. هاي نخب اول الاكاديميا حبة كبيرة كمان مريان جميع انواع الفليك ده قياسات الصغيرة وسط السلام ورحمة الله وبركاته كيفك؟ بيطلع ليش؟ ليش ما بيطلع؟ يلا المهم غزال بدهم تصوير بطيء الزباين. ايه عن جد هيك انت عم تفكرنا ها؟ عم تتابع بالتصوير. ايش ما بعرف حتى حكولي لي بدنا تصوير بطيء ما يصير هيك. معلمك ها؟ معلمك التصوير. والله مو بدها ما هي هيك هيك يا عم تحط الشحن. هاي الكوسة عندي نوعين ها؟ هاي النوع تبع يوم الاثنين وهاي النوع تبع اليوم. هاي اليوم. هاي الكوسة تبع اليوم فيها. هاي تبع اليوم كمان مليان. هاي البرتقال المصري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وصحتكم. والله الحمد لله. الله يبارك فيك. باذنجان اسود بيش اوه باذنجان هذا نخب اول باذنجان تاخذ نعم الخس يا معلم نخب اول